بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه من حلقات تأملات بهدي القرآن، وهي بعنوان عندما يتعلق الأمر بالإسلام. فإخواني إخواتي، في هذه الحلقة سأتفكر في أمور أسمعها وأشاهدها فيما حولي، وأتفكر في هذه الأمور بهدي القرآن الكريم، وهذه سلسلة حلقات تأملات بهدي القرآن. فاليوم عنوان الحلقة كما قلت عندما يتعلق الأمر بالإسلام. فإني أشاهد وأسمع الكثير، يعني عندما سيدنا تسأله في أمر علمي، مثلا تقول له ما هي شكل أو ما هو شكل مسارات الإلكترون حول الذرة، يعني تسأله ما هو شكل مدار الإلكترون حول الذرة، فإذا لم يكن لديه علم بذلك يقول لك لا أعرف، ويذهب لمعرفة الإجابة بالذهاب للمراجع ولا غير ذلك. ولكن عندما يتعلق الأمر بالإسلام تجد أن كل إنسان عنده رأي عن القرآن وعن الله عز وجل، عن محمد صلى الله عليه وسلم. فنفس هذا الإنسان الذي لا يعرف مثلا في موضوع الفيزياء، عندما تسأله عن القرآن الكريم وهو لا يعرف عن القرآن، تجد عنده رأي. فكما قلت، بالنسبة للمعرفة الله عز وجل والقرآن الكريم والإسلام، كل إنسان له رأي، تجد كل إنسان له رأي. في حين نفس هذا الإنسان إذا سألته عن أي مجال معرفي آخر، مثل الاقتصاد أو الفيزياء، ولا يعرف عن ذلك، يقول لك لا أعرف. أما عندما يتعلق الأمر بالإسلام، تجد أن كل إنسان له رأي وله تحليل وله فلسفة كبيرة جدا في هذا الموضوع. وإذا تفكرنا أكثر في هذا الذي أعتقد كثير منكم مررت بهذه التجربة، تجد بأن هناك ثلاث صفات لهذا الإنسان. أولا بأنه يتحدث بدون معرفة، يعني لا يعرف عن القرآن ولا يعرف أي شيء عن القرآن، ولكن عنده آراء عنه وفلسفة وكل هذه الأمور. الشيء الثاني، تجد بأن كل آراءه الذي لديه عن الإسلام وعن القرآن وعن الله عز وجل تذهب كلها ضد تعاليم القرآن الكريم. يعني تجد كل ما يقوله الإنسان من آراء ومن هذه الأمور تجدها كلها تذهب ضد القرآن الكريم. والشيء الثالث بأنه تجد لديه إصرار عجيب على رأيه، يعني مثلا إذا سألته مسألة علمية وقال لك رأي معين وأنت أحضرت له تجربة أقوى وحجة أقوى، فيغير رأيه بسهولة. ولكن عندما تأتي للإسلام والقرآن الكريم، ففي بعض الناس أسهل أن تزيل جبل من مكانه من أن تجعله يغير رأيه عن الإسلام. فأولا يتحدث دون علم، ثانيا كل آراءه ضد القرآن الكريم، ثالثا تجده مصر بشكل عجيب جدا على آراءه. فهذه إخواني أخواتي أليست بظاهرة تستحق التفكر فيها؟ هذه ظاهرة نجدها حولنا معظم الوقت، أليس الظاهرة تستحق التفكير، تستحق التدبر؟ نعم. فأفضل مكان نتفكر فيه ونعرف الإجابات على كل أمور حياتنا هو القرآن الكريم. فإذا تفكرنا في القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل يعلمنا هذه المشكلة وهذه الظاهرة كيف نفهمها. فإذا تفكرنا في الآيات 3 و4 من سورة الحج، في هذه الآيات يقول الحق جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فطبعا هذه هي الآيات 3 و4 من سورة الحج. فتفكرنا في هذه الآيات نجد فيها علاج هذه المشكلة التي قلت. الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. هذه الظاهرة التي حدثتكم عنها، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، هذه الظاهرة التي شرحتها. الله يقول ويتبع كل شيطان مريد، ويتبع كل شيطان مريد، يعني علمنا الله عز وجل بأن المسبب لهذه المشكلة الجدال في الله بغير علم هو الشيطان. لأنه هذا الذي أنا قلته، هذه المشكلة هي جدال في الله بغير علم. لاحظ دقة القرآن الكريم، دقة كلام الله عز وجل، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. الله عز وجل لم يقل
من يجادل في الفيزياء بغير علم، من يجادل في الاقتصاد بغير علم، من يجادل في الله بغير علم. فكما قلت هذا الشيء سبحان الله، نلاحظ كيف بأن القرآن الكريم هو مثل كتاب تعليمات الخلق. فنلاحظ بأن الله عز وجل عليم بعباده. نلاحظ الناس في موضوع الفيزياء، الاقتصاد، الهندسة، لا يقول شيء بدون علم، يفكر في الموضوع، إذا كان لا يعرف يقول لك لا يعرف، ولكن الله عز وجل يقول في موضوع الدين، موضوع الإسلام، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. إذا يعلم الله عز وجل أن الجدال في الله بغير علم سببه الشيطان، ويتبع كل شيطان مريد. فإذا يعلم الله عز وجل أن المسبب للجدال بغير علم في الله هو الشيطان. فالآن لما نفهم هذا يجب علينا معرفة كيف يؤثر الشيطان علينا، وهذه حقيقة غائبة على كل الناس، وهذه الحقيقة بينتها في كثير من محاضراتي، ولكن أعطي الملخص هنا. الملخص بأن لكل إنسان فينا، إن نعرف كيف يؤثر الشيطان علينا، لكل إنسان فينا لنا صوت نفس. ما هو صوت النفس؟ الصوت اللي تنطق به هو ذات الصوت اللي تسمعه في عقلك عندما تفكر مع نفسك بهدوء، هذا صوت نفسك. وكل إنسان فينا له قرين. ما هو القرين؟ القرين عبارة عن شيطان موكل بك من لحظة الولادة لحظة الوفاة. فكل إنسان فينا له شيطان ملازم له في هذه الحياة الدنيوية. ويعلم الله عز وجل كيف يؤثر هذا القرين علينا في سورة الإسراء آية رقم 64 في قوله بسم الله الرحمن الرحيم واستفزز ما استطعت منهم بصوتك. هذا جزء من الآية الكريمة، واستفزز ما استطعت منهم بصوتك. يعني علمنا الله عز وجل بأن الشيطان يستفزك. معنى الاستفزاز يخدعك بالتدريج، من معاني الاستفزاز. ما استطعت منهم بصوتك، يعني الطريقة التي أثر علينا هذا الشيطان بها هي الخداع بالتدريج بصوته. يعني هذا الشيطان، شيطانك قرينك، يدخل معك في محادثة، يتحدث إليك ويحاول أن يخدعك بالأفكار المحتوى في صوته. فالآن يسألني سائل بأني لا أسمع لصوت نفسي، فإن صوت هذا القرين يجيب الله عز وجل في سورة الناس آية رقم 4 في قوله بسم الله الرحمن الرحيم من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الوسواس هو الشيطان الذي يوسوس يتحدث. الخناس يعني مستتر ومتخفي. فيعلن الله عز وجل بأن القرين يتحدث إليك ولكنه في ذات الوقت يتخفى منك. خناس يعني كما قلت مستتر ومتخفي. فالطريقة الوحيدة بأن هذا القرين يتحدث إليك وفي ذات الوقت لا يشعرك بوجوده هو أن يطابق صوته مع صوت نفسك. يعني الطريقة الوحيدة أن قرينك يتحدث إليك وفي ذات الوقت يكون خناس أي مستتر ومتخفي هو أن يقوم مطابقة صوته مع صوت نفسك. فتسمع أفكار في عقلك، تخطر لك أفكار وتعتقد نفسك تحدثك بها ولكنها من قرينك. فالآن بعد هذا الفهم نطبق هذا الفهم على موضوع المحاضرة، وهو عندما يتعلق الأمر بالإسلام. فنلاحظ الآن كيف عمل قرين الشيطان. الشيطان له مهمة رئيسية في هذه الحياة، وهي إبعاد الناس وإضلالهم عن صراط الله المستقيم. وهدفه في هذه الحياة هو تدمير الإنسان في هذه الحياة وفي الآخرة، الألم والحسرة في هذه الحياة وفي الآخرة، وإدخال الإنسان في جهنم. وإذا تفكرنا في قول الله عز وجل في سورة الأعراف، يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هنا طبعا يبين الله عز وجل بأن الشيطان يقول لله عز وجل قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هنا الشيطان يكذب على الله عز وجل، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هنا الشيطان إبليس لعنه الله، هنا الذي يقوم به بأنه يكذب على الله عز وجل، يقول له لأنك أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وطبعا هذه كذبة من الشيطان على الله عز وجل. نلاحظ مدى العداء، مدى عداء الشيطان لله ولعباد الله الصالحين وللناس. فهنا يعني يقول الشيطان لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني الشيطان يريد أن يطفئ نور الله عز وجل، يريد أن يبطل مفعول القرآن، مفعول الإسلام، يريد أن يبعد الناس عن الإسلام وعن القرآن الكريم. فعندما
يسأل إنسان ليس له علم بالقرآن الكريم، يأتي قرينه بصوت مطابق صوت النفس وكأنه يفكر مع نفسه، يحدث في نفسه، يعني يعتقد الإنسان نفسه تحدث بها ولكن الصوت مطابق، يعني هو الإنسان يعتقد بأن نفسه تحدث بهذه الأفكار لأن الصوت مطابق ولكنه من قرينه وكأنه يسمع نفسه، ماذا يقول له قرينه؟ يقول له عن القرآن وعن الله عز وجل وعن محمد صلى الله عليه وسلم كل الأمور والطرق الإقناع بأن هذا كتاب خطأ، كتاب يعني فيه أخطاء، كتاب كذا كتاب كذا، وعن محمد صلى الله عليه وسلم بأنه كذا وكذا، يعني يقول له أمور كثيرة، إساءة لله عز وجل، إساءة للقرآن الكريم، إساءة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يسمع هذه الأمور وهذا الإنسان يعتقد بأن نفسه تحدث بها ويعتقد، والمشكلة هنا مشكلة كبيرة جدا بأن الشيطان يوسوس الإنسان في هذه الأمور، يوسوس وكأنه يحدث نفس الإنسان، يقول له الشيطان بأنك أنت يعني ذكي جدا لتحل الأمور بهذه الطريقة، يعني أنت فهمت الإسلام بطريقة لا يفهمها كل الناس، فهمت القرآن الكريم بطريقة الناس كلهم لا يفهموها، يعني يقنع الشيطان هذا الإنسان بأنه يفهم الأمور بطريقة بأنه ذكي جدا ويفهم الأمور بطريقة رائعة وأنه محلل الأمور بطريقة صحيحة، ويجعل عنده عناد كبير جدا على أي إنسان يحاول أن يغير هذا الفهم الخاطئ للقرآن الكريم والإسلام عند هذا الشخص. فهنا نلاحظ يعني لاحظ جمال القرآن الكريم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ففهمنا الآن كيف أن الجدال في الله بغير علم هو من الشيطان. فهذا الإنسان عندما تسأل عن الفيزياء، عن الكيمياء، عن الاقتصاد، عن أي شيء آخر يقول لك لا أعرف ويذهب لي معرفة الإجابة، ولكن عندما يأتي الأمر لله والقرآن والإسلام تجد عنده آراء جاهزة وفلسفة كاملة. فكيف هذا الإنسان بهذا الذكاء؟ الشيطان يقنع هذا الإنسان بأن هذه الأفكار هي من نفس الإنسان أنه ذكي جدا، ولكنه في حقيقة الأمر هذه الأفكار من قرين الإنسان من شيطانه، ولكن لأن الصوت مطابق صوت النفس يعتقد هذا الإنسان بأن نفسه تحدث بهذه الأمور. فالوضع خطير جدا أخواني أخواتي، فيجب علينا بيان هذه الأمور للناس رحمة بهم وإنقاذهم من هذا العدو، من هذا الشيطان. والآن إذا نظرنا إلى وضع هذا الإنسان الذي يتحدث في الله بغير علم ويسيء القرآن الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام، يوم القيامة عندما يسأله الله عز وجل عن سبب قيامه بهذه الإساءات، فلو قال أولا بأنه لا يعرف لماذا ولكنه قالها، طبعا هذه مصيبة. وفي ناس يقولوا بأنه يعني سمعت إنسان قال لي هذه الأمور فرددتها، يعني كثير من الناس في مثلا دول غربية يسمع من ناس آخرين إساءات عن الإسلام فهو يرددها، يعني يسمعها ويعيدها مرة أخرى، فهذه ليست بحجة. لماذا؟ إذا أخذناها على مستوى البشر، إذا إنسان ذهب إلى محكمة عمل جريمة وذهب إلى محكمة وقال له القاضي لماذا عملت هذه الجريمة، يقول له مثلا قالوا لي أقوم بذلك، هل هذه دفاع؟ هل هذا دفاع؟ يعني لو قاضي سأل إنسان عمل جريمة قال له لماذا قمت بهذه الجريمة، إذا جاوب هذا الإنسان قالوا لي أفعل كذا، هل هذه يعني دفاع؟ لا، ليس بدفاع. فالإنسان هذا الذي يسيء لله عز وجل بالقرآن الكريم هو في مشكلة كبيرة جدا، والمشكلة كما قلت بأن الشيطان يقنعه بأنه ذكي جدا، بأنه هو الصح وكل الناس خطأ، بأن آراءه هي الآراء التحليلية للقرآن الكريم، وهو في هذا الإنسان في حقيقة لا يعرف عن القرآن ممكن ولا شيء، لا يعرف تمسور القرآن الكريم، لا يعرف عن أي شيء يتحدث القرآن الكريم. فيجب علينا أخواني أخواتي أن نسعى على كلمة الله عز وجل، نبين هذه الأمور ونحمي الناس من هذا الشيطان، نحمي الناس من هذا الشيطان. ويعني للعلم بالشيء بأن هذا الشيطان ذكر في القرآن الكريم أكثر من 60 مرة، الله عز وجل ذكر الشيطان وإبليس في القرآن الكريم أكثر من 60 مرة. فالقرآن الكريم كل شيء فيه مهم، ولكن عندما يتكرر الموضوع 60 مرة، تكرار يعني ذكر الشيطان في القرآن الكريم أكثر من 60 مرة، فتجد مدى الأهمية الذي يضعها الله عز وجل لهذا الموضوع. وهذا يعني موضوع الشيطان الناس كلهم في غفلة عنه،
ولا يعرفوا كيف يؤثر عليهم، ولا يعرفوا أي شيء عن الشيطان إلا اسمه. ولمعرفة التفاصيل أكثر هذا الموضوع، الرجاء تفضل بزيارة موقع شبكة الإنترنت www.quran-miracle.com. يمكن التواصل معي عن طريق البريد الإلكتروني zquran@yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.